اسمي محمد مصلح السيد، عندي 55 سنة، مواليد القاهرة. أنا تبع حي الزاوية الحمراء. بطلب رجاء رجاء يعني ليا للمسؤولين، الأستاذ أحمد موسى الأول، بوجه التحية والوقف اللي بيوقفها جنب البلد. أنا الحادثة دي وأنا طفل، رجليا مقطوعة وأنا طفل، وأنا عندي 6 سنين بعاني لغاية لما جيت وصلت لمرحلة 55 سنة مش قادر أقف أشتغل في أي جهة. أنا معايا جمعية الأرمان عملت لي طرف صناعي، بس الجو الحر ما بقدرش ألبسه في الجو الحر إلا غير ما يكون الجو بيرطب أقدر أحط رجليا فيه، وماليش أي دخل خالص إلا غير معاش وراسي، ومعاش وراسي قليل. وانا كنت اتمنى ان انا يعني انا عمري ما مديش ايديا لحد. امنيتي يا استاذ احمد يا موسى توصلني لمحافظة القاهره اللي هو يعمل لي كشك، او مجلس الوزراء اخد تسريح كشك. الدكتور محمد ابو العينين ربنا يخليه لنا، والاعمال الخير اللي انا جيت له في بيته، بيت الوطنيه، اتمنى يقف جنبي لو يسمعني، اتمنى يقف جنبي. وانا عارف ان هو بيعمل اعمال خيريه كتير يساعدني، حتى انا يعني عاوز اجهز بنتي، بنت عروسه عاوز اجهزها، معيش فلوس ليها اجهزها، وما فيش اي دخل تاني، وانا رب اسره. وجمعيه الارمان ربنا خليها لنا قالت لي اقف جنبك واعمل لك الكشك وابنهولك واحط لك فيه خامات وبضاعه. انا بحب بلدي وبقف جنب جيشي ووطني. انا لو الجيش طلبني وانا يا راجل عاجز، لا هروح على مال وشي. انا في ظهر رئيسنا ابونا الكبير السيسي، ربنا يخليه لنا ويحفظ لنا بلدنا. تكفي اشوف الرئيس واقف في المؤتمرات الدوليه بيجي لي فخر، بيجي لي فخر ان انا مصري.